السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا فيكم في فيديو جديد من One Hour Networking. طبعا المرة الماضية تحدثنا عن المالتيبل سبانينج تري وعن عملية اللي هي اختيار يعني سويتشز، ويعني نعمل تو انستنسز بس على هدول السويتشز وهم يتحكموا عنا باللان سويتشنج كاملة. طبعا أول شيء لازم نعمله حاليا اللي هي ان نعمل VLAN من 1 لـ 10، نعمل exit. ليش؟ علشان يعمل creation لكل الفيلان. فلو حكيت له show VLAN brief حاليا بورجيني انه عملهم creation، بينما هنا احنا show VLAN brief طبعا عملهم creation، ما في مشكلة، بس عشان نتأكد انه يعني اثنين معمول عليهم creation لهذول الفيلان. الان بدنا ننتقل لاول، يعني بدنا نكمل configuration للسويتشنج لللان سويتشنج اللي موجودة عندنا. فانتو شايفين انه هنا في عندنا لازم يكون بورت 020310 كلياتهم على سويتش 1 وسويتش ديستريبيوشن سويتش 1 وديستريبيوشن سويتش 2، لازم يكونوا في عملية في عملية ترانكينج يعني. طب نعمل كونسول طبعا هون عشان نشوف انه بس ننقله للورك سبيس الثانية، نعمل كونسول ولا رايت ورك سبيس على الرايت، خلينا نروح لعندهم. طيب انت شايف هنا طبعا انه صار في بس نعمل ترتيب يعني، وهي اكسس وهي اكسس سويتش 2. احنا حكينا انه في عنا اول شيء ندخل على global configuration mode ونعمل اللي هو من 2 لـ 3، طبعا ايثرنت نفس الخطأ الماضي. نحكي له نعمل له شت داون ونحكي له سويتش بورت مود ترانك، موجودة هي الأوامر يعني هاي سويتش بورت انكابسوليشن، بعدين سويتش بورت مود ترانك، بعدين نحكي له سويتش بورت ترانك اللاود اول، بعدين بدي احكي له هاي اعمل لي اياها تشانل. ليش؟ لأنه انتو شفتوا على الدياجرام زي ما احنا شايفين هون، هاي الدياجرام عندي هون 03 و02 موصولات مع السويتش هون ونفس الشيء هون، فانا بدي اعملهم كمان هذولا ايثر شانل. واحنا هون ضايفين هذولا عبارة عن فقط ريدندنسي، عبارة عن عملية اسهاب في التوصيلات علشان يعني اتأكد انه ما راح يصير عندي كل نظامي داون. ممكن يصير عندي يعني ممكن يصير عندي بطء او قلة يعني شوية efficiency نفقدها، لكن ما راح نخسر الشبكة بشكل كامل. فانا راح احطه هون واحكي له channel group 2 mode active، وهيك بنحكي له no shutdown. طبعا بننتقل للسويتش 2 كمان، ندخل على Global Configuration Mode، ندخل على الانترفيس، انترفيس Range Ethernet 0/2-3 Switchport Trunk Capsulate، او لا يعني نفضل نعمل Shutdown عشان ما نتغلب. Switchport Trunk Encapsulation.1Q Switchport Mode Trunk Switchport Trunk Allowed VLAN All all. طيب هيك انا بكون عملت لهم، بعدين بحكي له channel group 2 mode. طبعا هون احنا على الجهة المقابلة يعني احنا شغالين على سويتش اخر، وهذا بيكون عبارة عن uplink او upstream للسويتش اللي اعلى منه، يعني هو اللي بده يرفع البيانات لعنده. فاخر شيء بنحكي له no shutdown. هيك احنا عملنا configuration. بننتقل كمان لأي انترفيس، بدنا نروح على انترفيس 010. خلينا نتأكد بس من احنا شايفين هنا 10، هنا 10 مع 10 مع 10.
معناته احنا بس نيجي لهون 1 0 1 0، فبحكي له switch port طبعا mode trunk او trunk encapsulation، بعدين بنحكي له mode trunk، بعدين بنحكي له انه mode ما فيش داعي allowed VLAN all، بدك تعمل له shut down، بصير كمان no shut down كمان مش غلط. ننتقل الان لهون للسويتش الاخر، يعني احنا بدنا ننهي هذا السويتشين علشان نكمل على بقيه السويتشز. احنا شايفين هون انه اعطانا انترفيس رينج، مش مشكله رينج او ايثرنت عادي ما في مشكله، لانه هو لما يكون رينج فهو بيشمل السويتش الانترفيس وبيشمل الانترفيس الاخر، يعني ما راح يعطينا نتائج غير النتائج المرجوه. يعني تكتمل شت داون نو شت داون فيش مشكله، لكن ما في داعي. الان ننتقل للاكسس 2. احنا شايفين الاكسس، هاي اكسس 2 هاي اكسس 1. نبدا بالاكسس 1 اللي هو اكسس سويتش 1. طبعا هون انا بدي احكي له اول شيء كونفيجر تيرمينال، وبدي احكي له فيلان من 1 ل 10 اكزيت، بعدين بدي احكي له انه الانترفيس انترفيس رينج ايثرنت 0/2 ل 3، switch port trunk encapsulation dot one q switch port mode trunk، لكن يفضل نعمل شو shut down switch port trunk switch port mode trunk، بعدين نحكي switch port trunk allowed VLAN all. هيك انا بكون عملت لهدول الاثنين. الان بيبقى عندي اني احكي له channel group، لكن انا بحب يعني اخليهم على الجهتين المقابلات نفس الشيء، فبحكي له باسف، بعدين بحكي لهم نو شت داون. هيك احنا بنكون خلصنا سويتش 1، لكن لا بقى عندنا اللي هو الانترفيس 1/0، فبحكي له سويتش بورت one q switch port mode trunk، بعدين احكي switch port allowed all. اخر switch عنا في يعني هاي عملية احكي configure terminal vlan من 1 ل 10. طبعا 1 هي معمولة creation، فانت بتقدر تقول من 2 ل 10 نفس الشيء. بدي احكي له interface range ethernet من 0/2 ل 3، بعدين switch port trunk encapsulation dot one q switch port mode trunk، لكن يفضل نعمل shut down switch port mode trunk switch port trunk encapsulation switch port trunk allowed VLAN all. بما انه هذول يعني احنا متفقين انه راح يكونوا في channel group، ف channel group to مود باسيف، فهيك ببقى عندي احكي له نو شت داون، بعمل اكزيت من هون، بعمل اكزيت وبدخل على الانترفيس ايثرنت 1/0 سويتش بورت طبعا مود ترانك او انكابسوليشن switch port mode trunk allowed all. وهيك بنكون عملنا trunks ما بينهم. الان في شيء مهم كثير لازم نحكي عنه، اللي هو لو حكيت له show spanning tree مزبوط هون انا اي تريبل اي كذا، لكن يفضل اني ادخل على global configuration mode، تمام؟ مش ضروري اعمل MST لهذا الاكسس سويتش، لكن انا بحكي له spanning tree mode rapid
انتو شايفين هنا رابط PVST، وبدي ادخل على كمان على السويتش الاخر، يعني اختار اقوى او اكبر تكنولوجيا، اعلى هاي اند تكنولوجي سبورتد بالسويتش عندك. فانا بحكي له سبانينج تري، ما بدي احكي له MST نود، ما راح احكي له مع انه هو بدعم الMST، لكن بدعم الMST، لكن احنا بناخذ نعتبر انه هذا السويتش ما بدعم غير رابط، يعني انه هو سويتش قديم، تمام. وهيك لو الان حكيت له اند وحكيت له ورجيني سبانينج تري، صارت رابد سبانينج تري بروتوكول. طبعا هون انت شايف انه في عندك روت كوست ليش 56، مع انه احنا عارفين انه العشرة ميجا بت بير سكند ايثرنت انترفيس او كابل، يعني باندويت تبعه، فبيعطينا 100 الكوست تبعه، لكن انا هون عندي 200 فعندي 56. شوفوا في عندك عملية ليرنينج حاليا بتتم، وفي عندك بلوكينج، في عندنا ليرنينج، في عندك فوروردينج هون على ال على ال شو اسمه على هذا السويتش. نعمل اند ونلقي نظرة على سبانينج تري، نحكي له شو سبانينج تري. مين رأي؟ طبعا هو هون مباشرة راح يعني يختار ال يعني راح يعرف طريقه للروت. فعندك الروت اي دي اللي هي تبعت سويتش 2 او ديستريبيوشن سويتش 2 هي موجوده عندنا هون. فانت شايف هون سي سي 00 0100، وانا هون عندي كمان سي سي 00 0100. طيب هيك بيكون عملنا يعني الكور سويتش. يعني الان في عندك اللي هم بسموهم الكور، الان في عندك ديستريبيوشن سويتشز، وهذول بنخليهم اكسس سويتشز، يعني هذول فعليا ديستريبيوشن، هذول كور سويتشز، وهذول عنا اللي بنوصل فيهم المستخدمين هم الاكسس. فننتقل للاكسس سويتش، نعمل كونسول وننقله للرايت ورك سبيس. كونسول يعني انت بتتصل عليه على الكونسول، ننقله للرايت ورك سبيس عشان هناك نقدر نتحكم فيهم. الان اللي راح نعمله هون راح نعمل ترانك وترانك ثاني، يعني كل سويتش راح نعمل كونفيجريشن للترانكس تبعته، وبعدين اخر شيء راح نتحكم ب كيف يوصل للروت. لكن اول شيء بنخلص عمليه الترانكس. طبعا يفضل ان نعمل هيك ونعمل هيك علشان يصيروا كلهم عنا على الترتيب، عشان ما نتخربط على اي سويتش احنا بنعمل. الان انتم شايفين هون ايش لازم نعمل كونفيجريشن على اكسس سويتش 1 اللي هي عندك 2 0 2 2 و 3 1، 3 2 0 و 2 2 مبدئيا. ندخل على Global Configuration Mode Configure Terminal، نحكي له Interface Ethernet 0/2/0 Switchboard Mode Trunk أو Encapsulation بالأول، بعدين بنحكي له Trunk، بعدين بنحكي له Allowed VLAN All. ندخل على نحكي له نفس الشيء، يعني شايفين الموضوع صار تكرار، ويعني ما فيه شيء يعني مثلا احترافي يعني. فهون عندنا 3 1، فأنا هون باجي 3 1، أول شيء نحدده، بعدين نختار 3/1، بعدين .1Q مودران encapsulation all. طيب كمان الان ننتقل للسويتش 2. احنا شايفين السويتش 2 هون عندي E1/2 E، يعني
واحد اثنين واثنين ثلاث وثلاث صفر. طيب واحد اثنين اثنين ثلاث ثلاث صفر. طيب ندخل على Global Configuration Mode. أول شيء نختار السويتش، ندخل على Global Configuration Mode، بعدين نحكي له الانترفيس، انترفيس اللي هو خلينا نعيده مرة ثانية، اللي هو 2 1 2 1 و 2 2 3، أرقامه مش مترابطة نهائيا، يعني كل واحد جاي في موديول كمان لحاله، أو 2 في موديول و 2 و1 في موديول آخر. فأنا عندي 3 0 سويتش بورد مود. أول شيء الانكابسوليشن، بعدين بتحكي له ترانك، بعدين allowed all. فبعدين بدي أدخل على 2 3. بيبقى عندي 2 1. فبقى عندي 2 1. طبعا بدي اعمل 1 كيو all. ليش؟ لاني بعدني ما عملته اصلا ترانك فيلان all. طيب احنا شايفين هون انه تشينج ستيت تو اب، فكل امورنا سليمة ان شاء الله. بدي ادخل على جلوبال كونفيجريشن مود واحكي له سبانينج تري مود رابيد بي في اس تي. بعدين بدي احكي له فيلان من 1 ل 10، اكزيت انترفيس. ها الان صرنا نعمل على السويتشز اللي هون. فانا شغال على سويتش 3، فانا عندي 2 1 و 3 2، يعني 2 1 3 2 3 1، يعني او 3 1 3 2 3 1 3 2. وطبعا هون بما انه يعني جاي عندي في 2 على التتابع اللي هم 3 1 3 2، فبقدر استخدم الرينج كمان وفر على حالي يعني مجهود. لا يعني هون اسف، نرجع مرة ثانية. انا عندي 2 0 و 2 1، هذول اللي بنعملهم ترانك، هذول راح يكونوا اكسس بورت. ف 2 0 و 2 1، نيجي على الاكسس 3، فبحكي له انترفيس رينج ايثرنت 2 0 ل 1، زي ما احنا شايفين هون 2 0 ل 1. فبحكي له اول شيء طبعا بدي اختارها، بعدين بدي احكي له انه سويتش بورد ترانك كابسوليشن دوت 1 كيو. بعدين بحكي له سويتش بورد ترانك مود ترانك، بعدين سويتش بورد ترانك allowed VLAN all. الان هيك بكون بس هاي كل اللي انا بحتاجه، اني اول شيء عملت حولتها لرابط PVST، بعدين VLAN من 1 ل 10 عملتهم creation، بعدين عملت للترانك عملتهم يعني تو انترفيسز ترانك، بس طبعا ما بعملهم channel. ليش؟ لانه كل واحد متجه نحو سويتش، يعني كل متصلات بسويتشين مختلفات. بدخل على Global Configuration Mode، بعمل VLAN من 1 ل 10، او هم فعليا من 2 ل 10، لكن بنعمل Exit وبنعمل Spanning Tree Mode Rapid PVST. بعدين بدي احكي له انه الانترفيس رينج، ما احنا بعدنا ما حددناش ايش الانترفيسز. هاي 4 4 2 2 و 2 3. طيب 2 2 و 2 3 لا 3. سويتش بورد مود، سويتش بورد ترانك انكابسوليشن دوت 1 كيو، سويتش بورد مود ترانك، سويتش بورد ترانك allowed VLAN all. يعني هاي هي كل الاعدادات اللي احنا بنحتاجها على هذا السويتش لحتى ما يعني تتم عندي العملية. طبعا ها اخر سويتش بدي
الآن عمل creation للفيلانز من 2 ل10. ليش؟ لأنه 1 بتكون عندي already. دائما أنا بحب أعمل exit عشان أخرج من، يعني أعرف شو اللي بدي إياه بالضبط. فأنا بحكي له spank tree mode رابط pvst. بعدين بضل عندي interface range، ممكن نستخدم الرينج اتوقع هون. ليش؟ 3031 ماشي، 3 0 لا 1. ايثرنت شايفين؟ خلينا ايثرنت. طيب الان بدي احكي له سويتش بورد ترانك كابسوليشن دوت 1 كيو سويتش بورد مود ترانك سويتش بورد allowed VLAN all سويتش بورد ترانك allowed VLAN all. طيب هيك كل السويتشز عندي تم عمل configuration لهم. الان بدي يعني القي نظرة، احنا شايفين هون في عندي كور وفي عندي distribution وفي عندي access، وشايفين انه الاكسس يعني الاكسس موصولات، كل واحد موصول. فاذا انقطع سلك من هاي الاسلاك، نفرض هذا انقطع، فبتم كل البيانات تحويلها عن طريق اللينك الاخر. وهون نفس الشيء. الان في عندي كمان هون وهون في شيء مهم جدا. الان السويتش هذا، يعني خلينا نفرض انه هذا السويتش سويتش اختار مثلا هاي الطريق للروت عن طريق مثلا هذا اللينك، بعدين طريقها الى لحتى ما يوصل للروت، لانه احنا بهمنا الروت اهم شيء. واذا هذا السويتش، يعني فرضا انه هذا السويتش اختار هاي الطريق وهذا السويتش اختار هاي الطريق، ولو اختار هذا الطريق للسويتش فمعناته انا صار عندي لود على هذا السويتش، بينما السويتش الاخر يعني الثقل عليه خفيف. فاحنا هيك لبنا بس نعمل يعني نلقي نظرة على spanning tree وننهي هذا الفيديو، تمام. وبعدين بعدين بنعمل يعني لو بدي احكي له فقط show spanning tree ونشوف ايش انتو شايفين هنا كله blocking، بس في عندك هنا forwarding 1. طبعا هنا انا في عنا مثلا هاي اللي هي الفيلان 6، في واحد بلوكينج في واحد فوروردينج اكيد. ليش؟ لانه اذا بس هنا معلمه alternative alternate هنا طبعا انه الرابط بير فيلان سبانينج تري اضافتها بحيث انك انت ليش ترد تعمل learning. فهو يعني اول شيء مش بدك تكون بلوكينج، يعني انت في حالة البلوكينج، تمام. فبعد ما تكون في حاله بلوكينج بعدين بتصير ليسننج ليرنينج، بعدين بتصير فوروردينج زي ما انت في ايثرنت 3.1. فاللي عملته اللي اضافته رابط بير فيلان سبانينج تري اللي هي عمليه الالتر، يعني تعينه الترنيت. فبحاله الالترنيت بصير انتقاله لعمليه الفوروردينج اسرع. هاي فيلان 9 طبعا كلهم احنا شايفين هنا انه نفس السويتش، هو يعني سويتش سويتش 2. فيفضل اني اجي على سويتش 1 اعمل اكزيت واعمل التالي، احكي له سبانينج تري و سبانينج تري سبانينج تري VLAN من 6 ل10 root، احكي له انت الروت واحكي له انه هو برايمري. بهاي الحالة انا هيك بعمل load balancing. فلو حكيت له حاليا exit راح نشوف انه في عن عملية يعني learning و blocking واشياء يعني قاعدة بتحصل. فانا راح احكي له show spanning tree brief.
a bridge لا summary كمان مش راح ناخذ السمري ناخذ اللي هي active طبعا هنا لانه احنا شغالين على MST ورابط بير فيلان سبانينج تري فالعمليه بتتم بسرعه يعني رهيبه فاحنا شايفين انه كلهم تحولوا فوروردنج هون لكن اللي تغير هون لو القينا نظره هون عندك الادرس ركزوا على الادرس AA BB CC 00 0 100 نلقي نظره ثانيه على شو سبانينج تري ونحكي له فيلان عشان نحدد بالضبط شو الفيلان نحكي له فيلان 10 الان لازال السويتش هو يعني السويتش ديستريبيوشن سويتش 2 هو اللي يعني المسيطر طب نلقي نظره ثانيه على فوروردنج طيب الى الان يعني طيب مبدئيا يعني هذا الفيديو انتهى راح نتكلم عن موضوع اللود بالانسينج بالفيديو القادم وعن تعيين البورتس يعني احنا شايفين هون في عنا لو القينا نظرة على مش على الاكتف ولا على السمري السبانينج تري العادية لو القينا نظرة على السبانينج تري العادية احنا شايفين هون انه في عنا كوست ملاحظين هون الكوست عنا فاحنا بدنا نغير الكوست على اساس هاي الكوست راح يتم عنا يعني التحكم باللود بالانسينج وبتعيين يعني مين الطريق الامثل للوصول الى شاكر الاستماع والسلام عليكم.